برعاية سمو العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، أقيم صباح اليوم حفل تخريج إحدى دورات المستجدين بالحرس الملكي بحضور سمو الرائد ركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وقدم عرض عملي بقيادة سمو النقيب الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة اشتمل على المسير العسكري البطيء والسريع. بعدها قدم آمر مدرسة الحرس الملكي جازا مفصلا عن الدورة وما تضمنته من برامج نظرية وعملية وتطبيقات وتمارين نفذت خلال مراحل انعقاد هذه الدورة. نلتقي بسموكم الكريم ونحن نحتفل بتخريج نخبة جديدة من الجنود المستجدين الدفعة 23 والذين قضوا 16 أسبوعا من العمل الدؤوب متسلحين بالعلم والمعرفة. وبشكل عام جنود من أبطال قوة الدفاع، فلا يسعني إلا أني أشكركم وأشكر هؤلاء الأهالي المتواجدين معنا لتربية هؤلاء الأبطال ليكون معنا صفاً بصف في أراضي الشرف والمعارك لخدمة الدين والوطن. بعدها تفضل سمو قائد الحرس الملكي بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين في الدورة. بعدها أدى الخريجون القسم القانوني. وبهذه المناسبة أشاد سمو قائد الحرس الملكي بالروح المعنوية العالية التي لمسها من الخريجين والمهارات العسكرية التي اكتسبوها خلال الدورة، حيث قدم سموه الشكر إلى مدربي الدورة على الجهود الطيبة التي بذلوها للوصول بالمستوى الاحترافي المتميز الذي ظهرت به الدورة. كما حث سموه الخريجين إلى مواصلة بذل الجهد والمثابرة للتحصيل العسكري تمنيا لهم وللجميع التوفيق. وبعدها تفضل سمو قائد الحرس الملكي بافتتاح مبنى مدرسة الحرس الملكية الجديدة.